صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس. نعم، إلى الآن الخميس هو يوم ونيس ويعتبر أونس يوم في الأسبوع، لأن يتبع إن شاء الله الجمعة الجامعة، إن شاء الله له دوام قصير، دوام خفيف يبتدي من بعده، تبتدي من بعد عطلة نهاية الأسبوع الجميلة. إحنا ما نزعل الخميس منه، ما حد عارف قد يدور الزمان ويرد الخميس ونيس فعلا ويستيهون نهاية الأسبوع، فما نزعل منه، دائما نقول خميس ونيس. سبحان الله، إلى الآن تحسون ترى الخميس تي من هي اليوم تحسون نحن سعيدين. طالما نقول إحنا سعيدين أكيد برنامج صحة وسعادة، لأن السعادة جزء لا يتجزأ من الصحة، أو الصحة جزء لا يتجزأ من السعادة. طبعا برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم كل يوم من الاثنين إلى الجمعة على مدى ساعة إذاعية، نطرح فيها المواضيع الصحية اللي تهمكم، نستضيف خبراء وضيوف يتكلمون عن الخدمات الصحية في الصحة بدبي، يتكلمون عن مواضيع طبية تهمكم، مواضيع تقترحونها علينا عشان احنا يعني مثل ما قلت تاخذون اقصى استفاده من البرنامج. وانا دائما اشجع المستمعين يتواصلون معنا عشان ناخذ منكم افكار ملاحظات على الارقام على 600551414 والرسائل النصيه على 4006. مثل ما تعودتوا دائما في صحه وسعاده عندنا فقرات ثابته، اول فقره دائما تكون موضوع الدراسه او الخبر المثير للاهتمام اللي ارتأى قسم الإعداد والتنسيق في هيئة الصحة، يعطيهم ألف عافية إنهم يضمونا ضمن فقرة ضمن حلقة صحة وسعادة اليوم. طبعا دائما فقرة التغذية اللي انتوا تحبونها وايد وفقرة ثابتة، اليوم بتتكلم عن نصائح غذائية للمصابين بمتلازمة القولون العصبي، هو موضوع جدا مهم خصوصا احنا ان شاء الله على ابواب رمضان، كل عام وانتم بخير مقدما. وفي رمضان المرضى اللي يعانون من القولون العصبي قد يعني يدخلون في نوبات من تهيج القولون العصبي بسبب طبعا الصيام الطويل، التوتر يسبب احيانا الصيام لهم، امتناع عن الطعام فتره طويله، نوعيه الاطعمه اللي ياكلونها على الفطور، نوعيه الاطعمه اللي ياكلونها على السحور، فموضوع جدا مهم. وطبعا عندنا بيكون الفقره الاخيره بتكون عن المراه الحامل والاستعداد للصيام، وطبعا ما نستغني عن فقره السوشيال ميديا مع اسماء الجراحي. لكن اول شيء نروح لدراسه او خبر يقول مشروب يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم. أتوقع معظم الناس الحين بتسمع الدراسة بتقول أكيد الكركديه، أظن الكركديه الناس تقول عنه، لا لا مو الكركديه، في شيء ثاني. اكتشف العلماء أن عصير الطماطم يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم المرتفع، وأنا أحب الطماطم جدا. وتشير مجلة Food Science and Nutrition لأن وفقا للباحثين من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسن لتحسين الأنواع النباتية أن نتائج الدراسة التي أجروها بمشاركة 481 متطوع أظهرت أن عصير الطماطم بس شو الخالي من الملح يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم. ليش قالوا خالي من الملح؟ ترى وايد من الناس ما تعرف أن الطماطم غني بالملح، إنه غني بالملح لكن إحنا ما نحس، وطبعاً إحنا حالات الطماطم لما تكثرين عليه الملح فلازم ما تحطين عليه ملح عشان يساعد في تخفيض ضغط الدم المرتفع. الدراسة كملوها لمدة 12 شهر وأظهرت الدراسة تحسن مؤشرات ضغط الدم بصورة ملحوظة لدى المشتركين الذين تناولوا عصير الطماطم بصورة منتظمة، كما لاحظ الباحثون تحسنا في مؤشرات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، يعني رقمين فوق وتحت، وكذلك الكوليسترول، يعني مو بس ضغط الدم أيضا الكوليسترول. يشير الباحثون إلى تأثير عصير الطماطم يعود إلى احتوائه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، عنصر البوتاسيوم وايد يساعد في تنظيم الدم، كيف إنه ينظم عملية إخراج السوائل من الجسم، لذلك يؤدي تناول كمية غير كافية من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم إلى أن السوائل المتبقية في الجسم تضغط على جدران الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات مستوى ضغط الدم. واقترح العلماء طريقة فعالة لتخفيض مستوى ضغط الدم والتقليل من استهلاك الملح وكذلك التخلص من الوزن الزائد. طبعا أدري وايد من الناس بتقول إنزين الطماطم من غير ملح
مثل ما نقول يعني ما له طعم يعني وايد. انا انصحكم كلكم اذا بتشربون عصير الطماطم او حابون تستهلكون الطماطم، ولكن من غير ما تضيفون عليه كميه كبيره من الملح، مثل ما نقول طماطم غنيه جدا بالملح، لذلك المرضى اللي عندهم حصوات في الكلى وايد ننصحهم بالتقليل من اكل الطماطم. تحطون عليها الصلصات الحاره، تعرفون الصلصات الحاره بمختلف اسماء ما بنذكر اي اسم، الصلصات الحاره اللي تنباع في الجمعيات، اذا حطيتوا شويه على الطماطم يعطيها طعم شي لاذع وفيها شويه من الملح، حطوا بس كم نقطه على الطماطم يعطيها طعم احلى حتى للعصير. عصير الطماطم اذا عصرتوا الطماطم حطوا عليه شويه من الصلصه الحاره، دائما تلاقون حتحطون فيه عود كرفس، الكرفس روحه ما ادري ما احس يناسب الطماطم، بس حطوا شويه صلصه حاره يعطيك طعم لاذع يغنيكم عن اضافه الملح. والطماطم ترى نفسها مهمه جدا لتعزيز نشاط البكتيريا النافعه في الامعاء، مما يحسن صحه القلب والاوعيه الدمويه ويقلل من تخثر الدم ويقلل من خطر الاصابه بسرطان المعده والبروستات والبنكرياس. وترى الطماطم غنيه جدا بمضادات الاكسده. ليش نحتاج مضادات الاكسده؟ لانها تمنع الالتهابات، السرطانات، تعطينا بشره افضل، شعر افضل. مضادات الأكسدة شيء جدا 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 مهم، فلنحرص ان احنا نضيف الطماطم كل يوم في صحن السلطة اليومي. نقصد شي شرايح وشوية فلفل أسود وشوية تحبوها صلصة الحارة، رشة عصرة بسيطة من الليمون، شوية ملح، إذا حاب ملح خذوا ملح الهيمالايا، الملح المش مكرر، الملح المبار، شوية رشوا عليه وتستمتعوا بطعم الطماطم. الطماطم ترى تعتبر فاكهة وليست خضروات، فاكهة جدا لذيذة ومثل ما نقول غنية بمضادات الأكسدة. من الطماطم ولذة الطماطم وحالات الطماطم نروح إلى السوشيال ميديا ونشوف شو عندها أسماء لنا اليوم في السوشيال ميديا. صباح الورد يا أسماء. أسماء صباح المستمعين إذا أسماء دبي، هلا فيك يا أسماء. تحبين الطماطم؟ لا وايد ناس زعلانة من الطماطم، تجربتهم مع الطماطم ما كانت حلوة، لكن إذا أخذت الطماطم اليابسة الحلوة وقصصتيها شرحات كذي وتخلصت شوية من البذور الداخل وشوية ملح وليمون، والله تطلع تجنن الطماطم. هو الحالة الوحيدة اللي أنا باخذ فيها الطماط إنه يعني لازم ما أشوف القشر، ما أعرف ليش. هي وايد ناس ما تحب قشر الطماطم، صح صح بالضبط. فإذا سووها عصير وحطوها في الأكل عادي، بس يعني أنا أشوفها شيء يعني بنقول يعني بالقشر ما تتقبلينه، خلاص سوي عصير. مشكلة مع الشكل مو مع الطعم. اه سوي عصير يا اسمه، سوي عصير، سوي عصير. شكلي معنا اساسا بالطماط بس ما اكل طماطم. ما هو جديد السوشيال ميديا اليوم يا اسمه؟ اني نتكلم عن الاشياء اللي كانت في قناه وفش، ما من ضمنها مجموعه من الاخبار اللي صارت ضمن الفعاليات اللي دائما احنا نسويها، منها بمناسبه شهر القراءه كان الباحه عندنا جلسه حواريه افتراضية بعنوان دور أندية القراءة في تعزيز القراءة، وكان يشارك فيها كل من تعزز المهندسة عزة بن سليمان والإعلامية عاشر سلطان والدكتور محمد صلاح الدين في هاي الجلسة للحديث عن الأندية الخاصة بالقراءة. أيضا يعني هاي من الأشياء اللي الناس شفنا عليها تفاعل كبير في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأخبار أو الأشياء اللي كان لها تفاعل أيضا في قنوات التواصل الاجتماعي خبر كان موجود في أحد الصحف المحلية واللي يقول إن هيئة تمكنت هيئة الصحة في دبي من ضبط المدعو يا خايا المعروف بسنكري البني أدمين لممارسة مهنة طبية من دون تصريح من الهيئة. لا إله إلا الله، يعني لا بكل قوة عيب عاد يطلع في السوشيال ميديا يعني، سبحان الله. طبعا هالأشياء ما تمر مرور الكرام في إمارة دبي طبعا، والحمد لله تمكنت هيئة الصحة وشرطة دبي من ضبط الشخص هذا ممتاز. ويعني أيضا من ضمن الأشياء نحن نحب نأكد على الأشخاص أن عدم الذهاب لأي شخص لا يحمل رخصة طبية، يعني مو متأكد من رخصته يعني يمارس في البيوت والفنادق، يعني حد ما عنده رخصة. صح صح أكيد أكيد. وما شاء الله يعني المستشفيات كبيرة والعدد المراكز كثيرة في الإمارة، وممكن أيضا هم يتحققون من الأشخاص اللي يسيرونهم من خلال أن يسألونهم عن البطاقة الصحية اللي مثلا اللي عندهم، وأيضا حطينا في وسم كن على علم دائما ننشر هاي النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع مثلا ركزان في القطاع الخاص وذهاب المستشفيات الحكومية وشو الأشياء اللي لازم على المريض أو المتعامل مع أي مركز صحي يعرفها. هاي كلها نحن نحطها في ضمن هاشتاج كن على علم، وفيها كل المعلومات ونحطها تقريبا بشكل كل أسبوعين نحط نشرة،
في كثير من الأشياء الخاصة بالتنظيم والضمان الصحي في هذا الوسم، وهاي يعني نصحهم يروحون يشوفون هذا الشيء. وأيضا ضمن الأشياء اللي كان فيها تفاعل وايد كبير الخبر اللي كنا حاطينه عن فرحة طفل، وهذا كان من ضمن الفيديوهات اللي حطيناها، لكن كان التفاعل موجود حتى يوم أمس، وهو كان الخبر أن خلال عملية جراحية نادرة ومعقدة تمكن أطباء مستشفى دبي من إعادة التنفس الطبيعي لطفل خليجي عمره 3 سنوات كان يعاني من انسداد تام للحنجرة منذ الولادة. تفاصيل كلها موجودة في حسابنا في قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها أمس كان في فيديو جميل تم نشره من خلال مستشفى الجديدة حول أحد الأشخاص أو أحد الأطفال الذين تلقوا كذا من متبرع بالأعضاء. طبعا من ضمن الأشياء كانت تقول الطفلة أو البنت اتصال هاتفي بوجود متبرع بالأعضاء مطابق لي غير حياتي ومنحني فرصة جديدة في الحياة. ممكن تشوفون الفيديو كامل لتجربتها في هذا الموضوع من خلال منصات الجليلة تيلدرن أو من خلال منصات هيئة الصحة بدبي اللي هي DHA_دبي. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. اليوم طبعا ودخلت أسماء يعني أخبار جميلة، وأرد أشدد على الكلام اللي قالته أسماء. يا جماعة ما يستوي أنا أنساق وراء أي حد يقول أنا عندي علاج، أنا عندي دواء، أنا عندي عشبة، أنا عندي شاي، أنساق وراء وبعدين يجي علي الضرر. لازم أكون أنا شخص واعي أكثر. نعم السلطات تاخذ اجراءاتها والقانون ياخذ مجراه مثل ما يقولون، لكن يجب انا اكون كشخص يجب ان اكون واعي ولازم انا ابلغ. ما ينفع نداول فيديوهات وانعت حق فلانه وفلتانه تعال نسير ترى فلانه صارت وقالت زين، وانت مو متاكدين شو رخصه الانسان، شو الدول اللي يعالج فيه، من وين جايب هذه الادويه. واجد تكلمنا عن الموضوع في صحه وسعاده، فيجب ان نكون اكثر وعيا. احنا راح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل نواصل صحه وسعاده. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. الحين هنا الفقرة اللي تحبونها كلكم، فقرة التغذية. مثل ما قلنا قبل الفاصل بتكون عن نصائح غذائية للمصابين بمتلازمة القولون العصبي. للمصابين بمتلازمة القولون العصبي لهم حساسية خاصة مع الأكل والشرب، وليس بإمكانهم طبعا تناول أغذية معينة لأن ممكن تهيج القولون العصبي عندهم. في المقابل هناك أغذية أخرى مريحة ومناسبة لمثل هذه الحالات، وسنتعرف على هالأغذية سواء المضرة أو اللي تنصح بها أخصائية التغذية من خلال ضيفة برنامجنا الأستاذة عبير عسقول اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة عبير. صباح الخير يا عبير. الله يعافيك. نبتدي أول شيء نشرح بشكل مبسط ما هو القولون المتلازمة القولون العصبي وكيف تتأثر بالشرب أو الأكل. هو متلازمة القولون العصبي كثير نسمعها، كثير ناس عندهم إياها. هو مش مرض، هو متلازمة كما تقولي مجموعة أعراض. حالة مزمنة بتكون عادة بالأمعاء، بتسبب مشاكل، بتسبب آلام بالأمعاء، انتفاخ، غازات، تشنجات يعني متكررة بتكون سببها سبب مباشر لها الأكل أو نوعية الأكل اللي بياخذ الشخص اللي المصاب فيها. أحيانا بتؤدي لأنفاك، أحيانا بتؤدي لإسهال على حسب المريض. عادة بتكون أسبابها يعني بتكون من العائلة، يعني في تاريخ عائلي لهي المشكلة، التهابات أو عدوى. وكثير ناس بتكون مرات أسباب نفسية، كثرة الضغوطات والسترس ممكن يؤدي لهالمتلازمة. وأحيانا البكتيريا الجهاز الهضمي كمان بتأثر عليها. ممتاز. مثل ما قلنا من أعراضها عدم راحة، دايما بيحس الشخص إنه عنده عدم راحة بالأمعاء، مش لازم ألم كل الوقت بس مش مرتاح دايما. مثل ما قلت لك قبل إنفاك، إسهال، انتفاخ، بتحسس إن الأكل مش إنه حساسية بمعنى حساسية، بس يأكل أشياء معينة بيتضايق أكثر أو بحس بآلام وتشنجات أكثر. طبعا مش معناها إذا حسينا هيك نحن نشخص حالنا لوحدنا، دائما نراجع الطبيب المختص، هو لازم يعطي التشخيص. ممتاز. شو الأطعمة اللي خلينا نقول ممنوعة أو لازم الأفضل يبتعدون عنها ويقللون منها جدا في رمضان، وشو الأطعمة اللي هي مريحة بالنسبة لمرضى متلازمة القولون العصبي؟
هلا شوفي، نحن قلنا الحضور العصبي بيتاثر مباشره بنوعيه الاكل اللي بياكلها الشخص او الانسان، وهم اللي بيكون عندهم اياها بيحسوا بهالشيء، يعني بصير يعرف شو الاكلات اللي بتضره وشو الاكلات اللي بتساعده. بس بشكل عام اهم شيء يتجنبوا الاطعمه المصنعه، يعني المعلبات او الاشياء، اللحم المصنع، يعني مش لحم فريش هذا المعلب كثير بتاذيهم، او الاجبان المصنعه كثير، الاجبان الغامقه مش الاجبان البيضاء. صحيح. اللي بيتركوا كتير أوقات طويلة بين الوجبات أو بيأكلوا وجبات مش منتظمة كتير بيؤدي إلى عدم راحة. تناول الطعام بسرعة، اللي بيأكلوا الأكل بسرعة أو بيأكلوا أكل فيه كتير دهون مقلي وأكل الجنك هذا الموجود بالسوق، والأكل اللي كتير حار أو سبايسي مبهر كتير كتير بيأذيهم كمان. اللي شرب المي كمان بتأثر عليهم، بتزيد الأعراض. في ناس مثلا بيكون عندها الاعراض اكثر غازات، هذول مثلا اللي بيتجنبوا البقوليات، الفول، الحمص، العدس، البروكلي، الملفوف، كل هالاشياء بتزيد الغازات. في بعض المرضى بيكون جايين الاعراض انفاس، وفي ناس بيكون جايين اسهال، فهذول كمان في فرق. يعني مثلا اذا حدا عنده انفاس بده يكون نزيد الالياف، نزيد الخضار والفاكهه بالاكل، ياكل مثلا حبوب كامله، الخبز الأسمر أو الخبز ذات الأسرة يعني. أما إذا كان أعراضه على إسهال جانب بالعكس، يحاول ما يأخذ الأسرة اللي فيها كثير ألياف، يحدد عدد الفواكه من حبتين لثلاثة باليوم مش أكثر، الخضار من حبتين لثلاثة باليوم، ما يكون الحبوب كاملة كل الوقت لأنه هذا بيزيد عنده الأعراض. فهي حالة حسب نوع الأعراض تبع الشخص، بس بكل الحالات بده يحاول على الأقل لترين باليوم ماي، ونحاول التمارين كثير بتساعد بالكنترول تبع الاعراض. يعني الشغله يحاول يعملها البعد عن التوتر، لانه كل ما بتوتر اللي عنده هاي المتلازمه بتزيد معه الحاله. صحيح. حبيب أن مقبلين على شهر رمضان الكريم، أكيد مرضى القولون العصبي يعني من المرضى اللي يتأثرون بساعات الصيام الطويلة، عدم شرب الماء، عدم تناول الطعام، فشو النصائح اللي ممكن نعطيهم عشان يعني يخف عليهم؟ أهم شيء نبلش مثلا ما يأخذوا فجأة على الإفطار كميات كبيرة، مثلا نبلش بالشوربة، ناخذ الشوربة يريح شوي، بعدين يأكل الأكل يكون الأكل صحي مثل ما قلت مستعد عن الدهون. كثير صعب بعد نهار طويل من غير أكل نفوت فوراً بوجبات دسمة، أكيد حيتضايق، والأشياء اللي بتعمل غازات نستعد عنها، يكون الأكل مشوي صوص مشوي ممكن مطبوخ بس دهون خفيفة، هاي الحلويات اللي فيها كتير سكر ودهون يحاولوا يبتعدوا عنها، يستبدلوها بفاكهة، يستبدلوها بخضار. بعرف شوي برمضان الناس ما بتقدر تلتزم بهالشي، بس لما يكون الواحد متضايق بيحاول قد ما بيقدر إنه يلتزم بالنظام الصحي. وأهم شيء إنه ما تكون الوجبة كتير كبيرة مرة واحدة، يعني حاول يقسم الإفطار على ثلاث مرات. يعني شوربة وسلطة مثلا، بعدين نرتاح شوي، بعدين في ياخذ الوجبة الرئيسية اللي هي مثلا عيش مع سمك أو عيش مع دجاج. ممتاز. مرضى متلازمة القولون العصبي، هل تنصحينهم لما يتناولون منتجات الألبان، خصوصا في رمضان احنا نستهلك منتجات الألبان بشكل أكثر، خلينا نقول على خصوصا صفرة الفطور يكون في لبن، يكون في زبادي أو روب، هل تنصحينهم يستخدمون المنتجات مثلا فيها بريبايوتيك كاملة الدسم؟ إجمالا أكثر هم يتحملوا الحليب مش المنتجات الثانية، هو ميل الحليب. بس هذا كيف بيعرف الشخص فورا، يعني الواحد بس يشرب حليب بصير عنده انتفاخ كثير صعب. صحيح. يعني لحاله بيعرف فورا انه ما بيقدر يشرب، بس اللبن اجمالا اكثرهم بيتحملوا. يعني مش مشكله، بالعكس واللبن فيه بروبايوتيك، فاذا بيتحملوه كثير مفيد للجهاز الهضمي، بس طالما ما بيعمل له انتفاخ للمريض بسياقته فما في مشكله. ممتاز. هو مهم كمان مرضى القولون العصبي يعملوا مثل دايري خاصه اول فتره، يراقب حال شو الأكلات اللي هي بتضايقه، يحاولوا مثلا بأول فترة ما يأكل كثير أنواع مع بعض عشان يعرف شو اللي ضايقه، وساعتها بيصير عنده مثل فكرة هو شو اللي ضايقه شو اللي لا. مثلا إذا أكل سمك وبطاطا وسلطة ما حيقدر يعرف شو اللي ضايقه. صحيح. بس هاي أول فترة لحد ما يتعرف على الأكلات اللي بتضايقه. صحيح. بعدين بنصير عادي ناكله طبيعي الأشياء اللي ما بتضايقنا. بالضبط. بالنسبة لممارسة الرياضة، التمارين الرياضية، مرضى القولون العصبي متى تنصحين يمارسون التمارين الرياضية؟ في رمضان قصدك؟ في رمضان. هلا إذا بيقدروا قبل الإفطار لأنه بتحرق الدهون لما يكون ما في أكل.
بس في ناس يكونوا تعبانين يعني كمان يعني ما بيضغط على حال الواحد لدرجة يصير في مثلا إغماء أو شيء، بس كثير مهم كثير منيح يكون قبل الإفطار إذا في طاقة لسه الإنسان، وإذا لا بعد الأكل بساعتين مثلا ممكن، مش ممتاز فورا بعد الأكل. جميل. في رسالة أخيرة حابة توجيهها لمستمعينا خصوصا اللي يعانون من متلازمة القولون العصبي أستاذ عبير في نهاية هذا اللقاء؟ إن شاء الله يعني لازم دائما الواحد يعتدل بالكميات اللي بياخدها، يعتدل بأنواع الأكل، نحاول نتجنب الأشياء اللي من برا المصنعة، الأشياء المش طبيعية، وممارسة الرياضة وشرب الماء أهم شيء لهم. صحيح، شكرا لك استاذ عبير بالعكس. عسقول اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص نصائح غذائية للمصابين بمتلازمة القولون العصبي. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا. مثل ما قالت استاذ عبير هاي نقطة جدا مهمة ودائما ننصح فيها حتى المرضى اللي عندهم اكزيما، حساسية حساسية الطعام بشكل خاص، دائما يقول دكتور انا اتوقع عندي حساسية من الاكل بس مو بعارف شو من نوع الاكل، دائما ننصحهم بوجود مذكره معاهم او خلينا نقول يستخدمون النوت مال التليفون، يكتبون يفصلون بين الاكل، اهم شيء الفصل بين الاكل. مثل ما قلت لو كنت مثلا عيش وبطاطا وطماطم وسمك في نفس الوجبة وصار لك رد فعل سواء تهيج عليك القولون العصبي، جت لك حساسية، زادت الإكزيما، ما تقدر تعرف أي من أنواع الأكل من الأصناف الموجودة هي اللي سببت لك هذا رد الفعل التحسسي. فالفضل دائما في البداية نفصل من تظهر علينا أعراض الحساسية، نفصل مكونات الطعام عن بعض، ناكلها على فترات متباعدة ونشوف شو اللي سبب لنا التهيج أو زيادة الحساسية أو زيادة الإكزيما. معرفتك أنت بالطعام اللي يتعبك تسوي طبيب نفسك، خلاص ما تحتاج طبيب، خلاص أنت عارف أن هذا النوع من الأكل يتعبك، قد يحتاج أن تمتنع عنه تماما إذا كانت فعل عندك قوية جدا، أو في معظم الحالات اللي احنا نشوفها يكون لا، عبارة عن امتناع عن تناول الطعام معين لفترة جدا بسيطة، قد تكون 3 أشهر، قد تكون 6 أشهر، بعدين نبدأ ندخل الطعام هذا النوع من الطعام في أكلنا اليومي تدريجيا بكميات بسيطة عشان جسمنا يرد يتعرف على هذا العنصر الغذائي، بالتالي ما يكون رد فعل تحسي، يعني مثل ما يقول يتعرفون من جديد، يصيرون أصدقاء من جديد لما احنا نمتنع تماما. يعني مثلا لو أنت يتلك ردة فعل تحسسية مثلا من الطماطم، من اليوم كنت أتكلم عن الطماطم، نقول لك مثلا وقفة 3 شهور تماما ما تأخذ شيء في طماطم عشان جهازك المناعي ينسى تماما الطماطم، لأنه بيشوف ما في طماطم يدخل الجسم، بالتالي الخلايا المناعية اللي تحمل الذاكرة ضد الطماطم خلاص راح تنسى الموضوع، لأنه فترة طويلة ما دخل مكون الطماطم. بعدين تتعرفهم على بعض عشان يصيرون أصدقاء تدريجيا، تناول كميات بسيطة تعطي الجهاز المناعي فرصة أنه يتعرف عليه مرة أخرى ويحدد أن هذا ليس عدو، بالتالي لا يرد ما يرد لرد الفعل التحسسي نفسه اللي كان في أول مرة. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا موضوع مثل ما قلنا المرأة الحامل والاستعداد للصيام، لأنه ما شاء الله ما بقى شيء على رمضان، فنهيئكم من الآن لرمضان، وإذا عندكم أي موضوع حابين نطرحه قبل رمضان، أي مرض معين كيف نتعامل معه في رمضان، حالات صحية، صيام الأطفال، وصيام الأطفال مع موضوع جدا جميل، يعني تواصلوا معنا، طرشونا على الرسالة على 4006 عشان ندخل ضمن البرنامج في الأسابيع القادمة. رح نطلع فاصل، بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. بس ما كنت أقول قبل الفاصل إن حلقاتنا في صحة وسعادة كلها تدور حول رمضان وكيف تستعد لرمضان، واليوم بيكون موضوعنا عن المرأة الحامل والاستعداد لشهر الصيام. طبعا ضمن استعداداتنا لشهر رمضان الكريم والتدابير اللازمة، مو تدابير احترازية، لا، تدابير كيف نستعد لرمضان التي يجب علينا اتخاذها طول شهر الصيام، خاصة بما يتعلق طبعا بالأمراض المزمنة والظروف الصحية الاستثنائية. نواصل حديثنا اليوم عن استعدادات المرأة الحامل للصيام وما ينبغي مراعاته من تدابير وأمور لضمان حالة صحية آمنة للمرأة ومساعدتها وتعزيز قدرتها على الصيام. طبعا
قبل أن نبدأ الحلقة، قبل استضيف ضيفة الدكتورة بداية عمرو، أحب أنوه أن كل امرأة حامل يجب أن تشوف طبيبها أو طبيبتها اللي تتابع معها وتسألها عن رأيها هل ممكن الصوم أو لا، لأن يعتمد من حالة إلى أخرى، ليس له علاقة بالله هذا الحمل السادس، هذا الحمل الأول، هذا الحمل الثاني، لا الحمل الأول عادي للصومي، الثاني تقدرين الصومي، يعتمد على الحالة الصحية للحامل. قد يكون حمل الثاني أو الثالث لكن الحامل تعاني من مشاكل صحية في حملها هذا، يعني لو صامت قد يسبب خطر عليها أو على الجنين. فلا نفترض يا جماعة ولا نسأل، لا نسأل الجارة والعمة والخالة والله لا 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 صومي صومي، لا 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 لا، لازم نسأل الطبيبة هل ممكن أصوم أو لا، عشان يعني مثل ما يقول ما تتأثر صحة الأم أو صحة الطفل بالصيام. طبعا والدكتورة بداية عمرو أخصائي أول جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي، أكيد بيكون عندها المعلومة الأفضل. صباح الورد دكتورة بداية. أهلين، صباح النور، أهلين السرور، حياك الله في صحة وسعادة. الله وبركاته، الله يسعدك يا ربي، ومبارك علينا وعليكم الشهر الفضيل يا رب، يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال دائما وعلى. آمين إن شاء الله آمين. دكتورة بداية، حدثينا أول شيء عن الظروف الصحية للمرأة الحامل في الأيام العادية، يعني كيف تهتم صحتها بشكل عام قبل الصيام وبعدين ندخل على خلال شهر الصوم. أكيد هو أنت ما شاء الله عليك يعني كل حكيك صحيح 100%. هلأ زي ما حكينا دائما هو قبل ما نبدأ بالأمور الصحية بالصيام، هاي الإجراءات كلها والتواصي كلها اللي بنحكي فيها بتمتد ما قبل الصيام للمرأة الحامل بشكل عام، وكمان ما قبل الحمل. يعني هاي الأمور كلها إحنا بننصح فيها كل النساء يكونوا مواظبين عليها من ناحية الاهتمام بالصحة وهاي الأمور، لأنه هي عبارة عن إكمال للمسيرة. في الحمل بصير تركيز عليها أكثر، بس بيكون جزء من الروتين عندها، فبيكون كتير أسهل عليها تكمل بهذا الموضوع. كتير مرات للأسف بتكون المرأة عاداتها كلها مش أو معظمها مش صحية، ومجرد ما تحمل بتبدأ تصير تحاول إنه تتبع هاي الأمور بشكل مفاجئ وبشكل قوي، فكتير بتتعب من ناحية متابعة الوزن ومتابعة العادات الصحية، فبصير في عندنا مشاكل وبصير عندنا في صعوبة بهاي الأمور. فأنا نصيحتي دائما أنه نبدأ بهاي الأمور من قبل الحمل عشان تمتد لوقت الحمل، وكمان تمتد لموضوع الصيام، فبتكون زي ما بنقول البروسيس العملية الانتقالية هاي كتير سهلة بهاي المراحل. هلأ لا يغني هذا الموضوع انه احنا المرأة الحامل كتير منأكد عليها على هاي الامور الصحية، لانه هون عم نحكي عن المرأة الحامل وجنينها، عن شيئين، عن شخصين مع بعض. هاي الامور كلها بتساعد انه تضمن لنا حمل سلس بدون متاعب او مشاكل، خصوصا ارتفاع ضغط الدم، تسمم الحمل، ارتفاع سكر الحمل، كمان تحسين التروية للجنين، وبالتالي ما بيكون في عندنا مشاكل بالنسبة للمولود، وان شاء الله طبعا مولود صحيح بسلامة وعافية. كمان هاي الأمور بتعزز المناعة عند المرأة الحامل وبتعطيها قدرة على الوقاية من الأمراض، خصوصا أن الحمل المناعة بيخليها قليلة. كمان هاي الأمور بتساعد على الوقاية من نقص بعض العناصر خصوصا الحديد اللي ممكن يؤدي إلى فقر دم قوي، وهذا بيؤدي لمشاكل كثيرة. وطبعا من هون بنبدأ التحضير لتكوين الحليب والرضاعة الطبيعية عشان تمشي بسلاسة وبسهولة. فأول شيء منركز عليه في المرأة الحامل بالأمور الصحية هو التركيز على نوعية التغذية وليس الكمية، وهذا إشي كتير مهم. عشان هيك إحنا منقول للمرأة الحامل لازم يكون عندها 3 وجبات رئيسية مع وجبتين لثلاثة فرعيات، بحيث تكون شاملة معظم العناصر الغذائية في الهرم الغذائي، وعادة التنويع في هاي الأمور. وبرجع بقول النوعية مش الكمية. في أشياء كتير مهمة لازم ننتبه عليها في موضوع الأكل بالحمل، لازم نبتعد عنها خصوصا إذا كانت متعودة عليها، اللي هي كتير مشهورة عنا هون، اللي هي المنبهات ومشروبات الطاقة، التقليل من المحليات الصناعية، كمان الأملاح، ومع التركيز جدا على موضوع السوائل وخصوصا المي. المي كتير مهمة للمرأة الحامل، بحيث إنه لازم تستهلك باليوم على الأقل 12 كوب مي، اللي هو ما يعادل تقريبا لتر ونص من المي. بيجي البارت الثاني من موضوع الحالة الصحية للمرأة الحامل اللي هو الوزن. الاهتمام بالوزن كتير مهم،
ما بقدر أقول إنه لازم الوزن يكون هيك أو هيك، لأنه بيعتمد كتير على حالة المرأة قبل الحمل، ونحكي أكتر شيء عن مؤشر كتلة الجسم، وإذا كان عندها مشاكل أخرى من حيث حساسية لأطعمة أو عسر هضم أو أمور ثانية. بشكل عام إذا كانت مؤشر كتلة الجسم طبيعي وأمورها طبيعية، عادة الزيادة لازم تتراوح ما بين 7 ل 11 كيلو، فهي لازم تتابع هاي الأمور خصوصا في البروجرس، في التطور في حالة الحمل. كمان الشغلة الثالثة اللي بحب أكد عليها اللي هي الرياضة والنشاط الجسدي. طبعا هذا إشي كتير منيح، مش معناه إنه حامل ما أتحرك ما أروح ما أشتغل، لازم يكون في ممارسة للنشاط الجسدي تقريبا 2 في الأسبوع، تتراوح ما بين 20 ل 30 دقيقة، وهي بتعتمد على حسب وضعها، من مشي، من رياضة خفيفة، من حتى بتروح على جيم بتكون أوردي في تمارين معينة للحوامل للكرة، هاي الأمور كلها بتكون موجودة بشكل عام بحب أكد عليها للمرأة الحامل قبل الصيام. أكيد. دكتورة بداية، متى تنصحين المرأة الحامل إنها تزور الدكتورة وبتاخذ منها النصايح كلها؟ يعني كم الفترة قبل رمضان عشان مثل ما قلت يعني ما تتأثر صحتها في شهر الصيام؟ أنا مبسوطة كتير إنه أنت حكيتي هاي النقطة، لأنه عن جد كتير مهمة. موضوع أنا بحب أطمن معظم النساء إنه الصيام الحمد لله معظم الوقت ما بيعمل مشاكل لا عليها ولا على الجنين، بس providing إنه الحمل طبيعي وكل شيء تمام. اللي بيصير إنه المرأة بتعتمد زي ما قلت إذا كانت حاملة كمان أكثر من حمل، هذا الحمل الثالث الرابع متعودة بتقول أنا الصيام بيكون عندي ممتاز ما عندي مشاكل، ما بتروح. فهذا طبعا غلط، لازم يصير فيه تشييك قبل شهر رمضان على الأقل بأسبوعين. anyway هلا احنا رمضان على البواب، كمان حتى لو راحت هلا بيكون برضو اوكي، بس يفضل على الاقل اسبوعين قبل رمضان بيكون تشيك كامل، من ضمنه انه تشيك على صحتها، على وزنها، معيار الحديد عندها، قوه الدم، السكر، الجنين، نموه، المي حوالين الجنين، وزن الجنين، هاي الامور كلها بنشيكها بشكل عام عشان نعطيها الاوكي بعدها تتوكل في الصيام. وكمان مش بس الزيارة اللي ما قبل شهر رمضان، كمان أثناء شهر رمضان مهم المتابعة. اللي بيصير إنه النساء الحوامل بتكون أمورها أوكي وشافت الطبيب أو الطبيبة قبل شهر رمضان والأمور أوكي، تتكاسل إنه تروح في رمضان، لازم المتابعة عشان نتأكد إنه الأمور كلها تمام. فإذا كانت بالأشهر الأخيرة لازم على الأقل يكون لها زيارتين في شهر رمضان، إذا كانت بالأشهر الثلاثة الأولى أو الثلاثة الثانية زيارة واحدة ممكن تكون كافية أثناء الشهر للمتابعة هاي. ممتاز. دكتورة بداية، طبعا نعرف أن المرأة الحامل تأخذ يعني بعض الفيتامينات، حديد، فيتامين دال، كالسيوم، فكيف ممكن تنظم تناول هذه الفيتامينات مع الصيام؟ طبعا هو شوفي، معظم الحمل الطبيعي عادة إلا يكون في عم تاخذ فيتامينات، معظم هاي الفيتامينات سواء كانت الفوليك أسيد بأول 3 شهور أو الفيتامينات المقوية مع الكلس أو فيتامين دال في الشهور الأخرى، معظمها الريكومندد دوز الجرعة الموصى فيها هي بتكون حبة مرة في اليوم. فهاي ما بتتعارض عادة في الصيام، ممكن تاخذها على وقت الإفطار. في أحيان قليلة مرات بيكون في عندها نقص شوية زيادة بالحديد أو بالكلس، نحتاج إنه نعطي حبة الفيتامين أو حبة الحديد 2 في اليوم، برضو كمان بيمشي مع رمضان لأنه ممكن تأخذ حبة على الفطور وحبة على السحور، يعني الأمور بتكون أوكي. طبعا في بعض الأحيان حبوب أخرى هاي مش فيتامينات أو مش مقويات، هاي طبعا لازم تكون تراجع الطبيب بناء على هاي التفاصيل، زي مثلا حبوب الغدة، في ناس بتأخذ حبوب للسكر أو لأمراض كانت عندها من قبل الحمل، هاي لازم ما تقعد تشتغل منها لوحدها، لازم تكون مع متابعة الطبيب بالذات لتخصيص الموعد والوقت والكمية الكافية. ممتاز. دكتور بداية، طبعا مع الحمل، طول ساعات الصيام، عدم شرب الماء، بعض النساء لما تقل حركة الجنين عندهم قد تقول إن عادي يعني بسبب الصيام، وهي تقول لا عادي لأنك أنت مو ماكلة، أنت مو صايمة، أو تقول على طول لا خلاص اجرحي صيامك وخلاص أكلي بما أن حركة الجنين قلت. فشو النصائح ممكن نعطيه بشكل عام للنساء لو فترة الحمل حست أنه ما في حركة مستمرة للجنين، أو شو ممكن نسوي؟ هل تنصحين أن فعلا على طول تجرح صيامها أو تتوجه إلى المستشفى أو العيادة، أو شو تكون نصيحة للنساء؟
هلا هو الصيام بشكل عام بيشتغل على ثلاث محاور اللي احنا بنحكي. احنا بنحكي عن موضوع السوائل والجفاف لانه بيصير في فتره صيام كامله امتناع عن الطعام والشرب، فبصير عندنا عرضه للجفاف، والجفاف بحد ذاته بيخفف الاحساس بحركه الجنين، ممكن يعمل شويه تقلصات مبكره، وممكن يزيد نسبه التعرض لالتهاب البول. المحور الثاني اللي هو محور هبوط السكر، وبالتالي المراه بتشعر بالتعب والاعياء بشكل مبكر او هبوط الضغط. والمحور الثالث اللي هم نسميه هبوط الحديد من بعد العناصر بالجسم، بس أهم واحد هو الحديد اللي ممكن يؤدي إلى فقر الدم. هلا هاي المحاور الثلاثة هي اللي بنركز عليها في وقت الصيام، عشان هيك احنا دائما بنقول للمرأة الحامل إنه تتجنب الإجهاد وتحرص دائما على الراحة أثناء اليوم، سواء كانت امرأة عاملة أو إذا كانت امرأة في البيت. في البيت لازم تلاقي الوقت اللي ترتاح فيه بين فترة والتانية، تلاقي حدا يساعدها في البيت إذا كان شغل البيت صعب. كمان في المرأة العاملة الحمد لله أوقات الدوام كلها بتصير مور فلكسبل، أكثر راحة، وفي كتير تقليل بساعات الدوام، وفي أمور ممكن إنها تعملها عشان تقلل من دوامها. كمان تتجنب التوتر والقلق هذا اللي بيكون في البيت وقت الفطور ووقت والتحضير، وش مين بيروح مين بيجي، عرفتي هاي الأمور لازم تخففها. كمان لازم تخفف من الكافيين والمنبهات، لأنه هاي بحد ذاتها كمان بتخليها ما تركز في حركة الجنين وتخلي التعب كله يزيد. هلا بالنسبة للتفصيل وحاجة لحركة الجنين، بالنسبة للتفصيل اللي بيصير في رمضان بشكل عام، عشان ما أدخل في أشياء كتير صعبة سهلة تأخذها المرأة الحامل، وقت الإفطار حاولي أنت لما تحضري للإفطار ما تحطي الشغلات اللي أنت عارفة أنه أنت ما حتاكليها أو مش لازم تاكليها في رمضان على الطاولة، ما تقلقي بالناس كلهم، لأنه لما تحطي حلو ولما تحطي مقالي ولما تحطي مخللات إلا تاكلي منها، فحاولي أنه هذا الشيء ما يكون موجود على الطاولة واستبدليه بأشياء ثانية. الشغلة الثانية، الفطور نفسه لما تفطر في رمضان أول شيء بنفضل إنه تأخذ تمر ومعه سائل يعني لبن عصير، وتأكل ببطء، حتى إحنا بنفضل يكون في أراوند 20 دقيقة قبل ما تبدأ الأكل، لأنه معدة المرأة الحامل بشكل عام بيكون فيها كسل ومع الحمل بيكون أكثر، فممكن يسبب لها انتفاخ ووجع أو حموضة. كمان وجبة الإفطار لازم تكون غنية بالبروتين، والبروتين بحد ذاته هو اللي بيخلي المرأة الحامل تبني جسمها وكمان الجنين يبني الجسم. وأنا عن جد بشجع إنه موضوع الشوربات يكون من الحبوب الكاملة زي الشوفان، الفريكة، البرغل، هدول من الشوربات اللي عن جد غنية بالبروتين وبتخلي المرأة الحامل تشعر بشبع، وبنفس الوقت ما بتعطيها وزن زائد من الأكل اللي بصير وقت الإفطار. عصير التوت البدي كمان كتير كتير بننصح فيه، لأنه بيقي من الجفاف ومن احتمالية التهاب البول. كمان الزنجبيل واحد من الأشياء اللي كتير بننصح فيها. بعد الفطور، هي خلصت الفطور، أكلت ببطء، قسمت وجبات صغيرة، بعد ساعة ساعة ونص كمان لازم تأكل كمان وجبة خفيفة، كمان بعد ساعتين وجبة خفيفة. من الفطور للسحور بتكون هاي الأمور. إذا عملت هذا الشيء أوريدي جسمها بيكون أخذ الكميات الكافية والمتوازنة من هذا الموضوع، فعادة نسبة التعب والإجهاد بتكون قليلة، وحتى كمان حركة الجنين بتكون طبيعية وكاملة. هلأ وقت أثناء الدوام أو وقت أثناء النهار مش دوام، الإحساس المرأة بحركة الجنين، إذا حست أنه حركة الجنين قليلة، أول شيء لازم نعرف شو حركة الجنين الطبيعية. حركة الجنين الطبيعية بالأشهر الثلاثة الأخيرة من الحبل هي لازم تكون تقريبا 10 حركات في اليوم، طول اليوم 12 ساعة 10 حركات. حركة الجنين في الأشهر الثلاثة اللي بالنص بتكون كتير أسهل وأكثر من الثلاثة الشهور الأخيرة، فيعني هذا البطء اللي بتصير في حركة الجنين ممكن يصير طبيعي، مش لأنه بس عشان الصيام. إذا حست بالبطء بالحركة، أول شيء لازم تتأكد إنه هو أقل من 10 حركات، يعني هي بتقول لك يعني هو تحرك أقل من ما يكون وقت الفطور، إشي طبيعي، أوكي ما مشكلة. إذا حست في الحركة فلازم هي أول شيء ترتاح، تستلقى، إحنا دائما نقول بتنام على جنبها، ترتاح مدة نص ساعة، بعدين تبدأ تعد بالحركة، يعني مش وهي واقفة وتمشي وتتحرك تقول لا أنا مش حاسة بالحركة، لا لازم ترتاح أول شيء نص ساعة. بعدين تبدأ تحسب الحركة، والحركة زي ما قلت 10 حركات كانت خلال 12 ساعة كفاية. إذا بتحس هي لا عندها تعب وإعياء شديد، هبوط ضغط قوي، وقتها أوكي أنه ممكن الواحد يصير بريك للفطور، بس مش أنه هذا أول شيء للصيام، مش هذا أول شيء بينعمل.
إذا هذا الموضوع بيتكرر وقتها لازم تروح على الطبيب وتشيك هاي الأمور قبل ما تقرر إنه هذا بس لأنه من رمضان وبس لأنه أنا ما باكل أو بتعب. وأنا بشوفها كتير في نساء الحوامل اللي بيجيبونا لأنهم بيعملوا سكيب بتخطوا وجبة السحور. صحيح. السحور هي وجبة أساسية. يعني إذا بدنا نقول في ملخص هذا الحديث شو أهم شيء أقول يعني السحور ثم السحور ثم السحور. بالضبط. صحيح. يعني هي بالإضافة لأنها سنة نبوية بس هي عن جد السحور كتير كتير مهم للمرأة الحامل تأخذ فيه وجبات خفيفة وتأخذ فيه سوائل وكمان تأخذ شوية فواكه كتير كتير بفرق معها في إنه يعطيها القوة لإتمام يومها بصحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله. نشكر لك دكتورة بداية عمرو أخصائي أول جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة في هيئة الصحة بدبي، تواجدك معنا اليوم عشان تعطينا نصائح بخصوص المرأة الحامل والاستعداد للصيام. شكرا لك. أهلين مرحبتين. شكرا. مثل ما قالت دكتورة بداية ترى يجب على المرأة الحامل أنها تشوف الطبيبة قبل رمضان على أقل شيء بأسبوعين، تتأكد أن ما عندها فقر دم، تتأكد من وزنها وزن الطفل، تعطيها بعض النصايح اللي قد تحتاجها عشان يكون صيامها سهل صيامها جميل وما تتعب في الصيام وما يصير سمح الله أي انتكاسات خلال فترة الصيام. احنا وصلنا لختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة، الى ان نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم، نلقاكم ان شاء الله يوم الاحد، زملائي بيلتقون فيكم ان شاء الله غدا، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة